وصلت إلى مدينة كارديف عاصمة ويلز كأس دوري أبطال أوروبا قادمة من نيون السويسرية، والتي شهدت سحب قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة. وحطت الكأس الرحال في مطار المدينة على متن طائرة خاصة وسط استقبال شعبي ورسمي مهيب. وحمل الكأس إلى عاصمة ويلز نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق وسفير نسخة هذه السنة إيان راش. ومرت الكأس من قلعة كارديف الشهيرة وعدد من أحياء العاصمة الويلزية. وتتمنى الجماهير في ويلز رؤية النجم غاريث بيل يلعب النهائي في بلده في حال تأهل الريال للمباراة النهائية، وهو ما تمناه سفير هذه النسخة إيان راش، الذي أعرب عن أمله في رؤية نهائي يجمع بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني. وستبقى الكأس في ملعب كارديف، حيث سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام في 3 من شهر يونيو المقبل.